مساء الخير. أول إشي بحب أتوجه لعائلة الشايب جيراننا، بواسيهن بفقدانهم عمار الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. زي ما وعدت كل يوم الأحد، اليوم رح نبدأ بسلسلة نصائح، سبع نصائح. النصيحة الأولى هي اليوم من أجل تحسين علاقتنا مع أنفسنا، من أجل تحسين مجتمعنا العربي، ومن أجل الابتعاد عن الانتقاد. بالفترة الأخيرة وبالآونة الأخيرة جميع الناس بتنتقد تصرفات ناس تانيين. نصيحة مني، تعالوا نبدأ بأنفسنا، تعالوا من اليوم وطالع، ابدأ نهارك من بكرة، أو ابدأ نهارك أختي العزيزة كمان من بكرة بمصالحة على الأقل سبع أشخاص ما حكيتيش معاهن صلك فترة. تعالي صالحي أقربائك اللي ما زرتهنش، ارفعي تلفون، صبحي على جيرانك، مسي على جيرانك، على الأقل سبعة من الأشخاص اللي أنت ما شفتهنش بالفترة القريبة أو ما حكيتيش معهم بسبب أو بآخر، تعالوا نرفع لهم تلفون، تعالوا نصبح عليهم، تعالوا نزورهم، تعالوا نبتعد عن التمحور حوالين أبناء عائلتي، أبناء طائفتي، أبناء حزبي. تعالوا ننفتح لأبناء شعبنا، تعالوا نكون كلياتنا متآخين متصالحين. تعالوا نلغي قانون أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. تعالوا نعيش كلياتنا ايد واحدة، تعالوا نصبح على بعض. نصيحة حكوها من زمان انه المفروض الانسان يطلع من بيته يكون مسالم ويصبح ويمسي على كل جيرانه. كل الوقت عم نسمعها انه فلان عمل هيك وفلان عمل هيك، وتعال ننتقد هداك وتعال ننتقد هدول، وهن عنيفين احنا مش عنيفين، تعال ننتقد العنف. تركوكو من الانتقاد، تعالوا نبدأ بأنفسنا. أنا شخصيا ببدأ بنفسي، بصبح على الناس اللي حوالي، بمسي على الناس اللي حوالي، بحاول أساعدهم، بمد إيدي للمساعدة وللعون وللصلح وللسلام. مجتمعنا بضائقة، نبدأ بتصليح أنفسنا. هاي حلقة رقم واحد، سبع نصائح رح أقدمها، بتأمل إذا منطبقها كل مجتمعنا بتتغير، بتغير التوجه تبعه، منصير نعيش بطريقة أحسن. مساكم سعيد ويعطيكم ألف عافية.